على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية كيكة هشة جدا جدا، فاتحة قوي من جوه، بالظبط كأنك عاملة نايتي. لو انت اول مرة بتعملي الكيك، تأكدي ان طريقتي النهاردة بالتركة اللي هقولك عليها هتنجح معاكي مليون المية بأمر الله، بس تمشي على خطواتي بالظبط. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كوباية ونص من الدقيق متعدد الاغراض، كوباية من النشا، كوباية سكر، كوباية زيت، كوبايتين من الزبادي، برضو العيار بتاعهم هيبقى كوباية زي بتاعة الزيت والسكر كده ان شاء الله، 3 بيضات حجم كبير، كيس من البيكنج بودر اللي هو الكيك شيف مقداره 23 جرام، رشة صغيرة من الفانيليا، وكمان كيس فانيليا اللي هو دريم، عصير ليمونة، معلقة كبيرة من الخل، ورشة صغيرة من الملح. السكر لازم يكون ابيض وفاتح عشان تحصلي على كيك يكون فاتح كده لونه ابيض وهش قوي. الزيت يكون نظيف نوعه كويس جدا، لا له ريحه ولا طعم ولا لون، والسكر بتاعك كمان يكون لونه ابيض وناعم عشان تاخدي نتيجه مرضيه ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقه. في البوله بتاعتنا هننزل بالبيض 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وهننزل عليهم بالسكر. زي ما انتم شايفين السكر بتاعي ابيض وفاتح ما شاء الله. البيض بتاعك لو صغير هتحطي 4 حبات من البيض. هاجي كده احط رشه صغيره قوي من الفانيليا في الاول، اكثر بيها بس زفاره البيض، وبالمضرب كده هبدا ادخل البيض مع السكر، وبعد كده نبدا نضرب في اتجاه واحد لمده 10 دقائق لحد الخليط بتاعي ما يتضاعف الحجم بتاعه بالشكل ده، السكر يدوب تماما مع البيض، اللون بتاعه يبقى فاتح زي ما انتم شايفين ما شاء الله كده زي الفل. نركن ده على جنب ونيجي للخليط بتاع المواد الجافه. الدقيق بتاعي زي ما قلنا دقيق متعدد الاغراض، وادي كوبايه النشا. هاجي في المنخل كده واحط الدقيق عليها النشا، وهبدا انخلهم مع بعض شويه، وبعدين تضيفي بقى رشه من الملح، وبعد كده تنخليهم مع بعض كويس جدا 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 لمده 3 مرات تقريبا علشان يدخلك كميه هواء محترمه تخليلك الكيك بتاعك هش وناعم ومرتفع. ركزوا بقى في الخطوات اللي جايه دي عشان دي اهم حاجه في الكيك كله النهارده. هضيف دلوقتي نص كيس البيكنج بودر مع المواد الجافه، نص الكيس فقط، وبالمضرب كده هقلبه معاهم عشان اوزع البيكنج بودر، الكيكه بتاعتي تطلع معايا ان شاء الله ارتفاع واحد. بعد كده نضيف خليط السكر والبيض، وننزل عليهم كمان الزيت، الزبادي، عصير نص ليمونه، ومعلقه كبيره من الخل. يبقى احنا دلوقتي ضفنا زيت، زبادي، عصير نص ليمونه، معلقه من الخل، وكمان كيس الفانيليا، وفي اتجاه واحد هقلب كده لحد كل المكونات برضو ما تتجانس وتختفي. اخر حاجه بقى هنضيفها النص التاني من كيس البيكنج باودر، النص التاني من الكيس بتاع البيكنج باودر، والنص التاني بتاع عصير الليمونه فوق البيكنج باودر كده زي ما انتم شايفين التفاعل ما شاء الله. وفي اتجاه واحد هبدا اقلب بالشكل ده، اول ما كل المكونات تختفي وبحصل على القوام اللي انتم شايفينه ده يبقى كده معايا الكيك زي الفل. الكيك بتاعك لو تقيل سنه صغيره ممكن تضيفي معلقه لبن او معلقه ميه دافيه. الصواني بتاعتي متبطنه بالسمنه ومرشوشه بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. الفرن بتاعي مسخن على درجه حراره 180. هنصب كده بسم الله خليط الكيك في الصواني ونديها خبطتين ثلاثة على الرخامة عشان اطلع اي فراغات هواء جواها، بالتالي الكيك بتاعي يبقى المسام بتاعته من جوه ناعمة وضيقة وشبه النايتي او الجاتو بالظبط. تدخل الفرن على درجة حرارة 200 اول 10 دقايق، وبعد كده تهدي الفرن بتاعك على درجة حرارة 180. هيقعد قد ايه؟ هيقعد من 30 ل 35 دقيقة ماكسيموم، هيبقى 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك برضو. اعرف ازاي انها استوت ولا لا، هجيب سكينه او خله واحطها في الكيك كده، طلع معايا نظيف يبقى هي استوت كده وتمام ما شاء الله. تطفي الفرن وتفتحيه وتسيبيها جواه لمده 10 دقائق علشان ما تتفاجئش من درجه حراره عاليه لدرجه حراره اقل فتهبط منك وتسكع، ما تبقيش عارفه الغلط جاي منين، ممكن من الحركه دي تبوظ لك كل اللي انت عملتيه. تسيبيها جوه الفرن بتاع 10 دقائق مثلا، وبعد كده تخرجيها على الرخامه بتاعتك وتغطيها بفوطه مطبخ نظيفه. الحركه دي لازمتها ايه؟ الحركه دي مهمه جدا علشان خاطر بتخلي وش الكيك بتاعك لامع كده، وبتحتفظ لك شويه بالبخار وبالرطوبه، فالكيك بتاعك يبقى هشش قوي وطري وما شاء الله حلو جدا ان شاء الله. انا قلت لك كده على كل التركات والحاجات المهمه باستفاضه في الفيديو. لو عجبك بقى كلامي وشفت الكيكه وعجبتك، ما تنسيش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلي علامه الجرس عشان كل جديد يوصلك ان شاء الله، ودعوه حلوه لينا كده بظهر الغيب ولكم بالمثل. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اطلعيها بقى تكون هديت خالص خالص وبردت. انا هنا لقيتها لسه دافيه شويه فكملتها تغطيه. بصوا بقى بعد ما عدى عليها بتاع نص ساعه تقريبا وشها بيلمع ما شاء الله حلوه قوي قوي. هتشوفوها دلوقتي واحنا بنقطعها هشه جدا ومرتفعه وجميله جدا. بسبب ايه؟
توزيعة البيكنج باودر، حطينا نص الكيس مع المواد الجافة ووزعناها عشان تديني النتيجة دي، والنص التاني اللي حطيناه آخر حاجة خالص عشان يكون لسه طازة، وفورناه بنص العصير بتاع الليمونة فكان لسه كده طازه، فاشتغل معايا بسرعه. درجه الحراره اللي اتحطت فيها على درجه 200 في الاول علشان تخلي لي الكيك يقوم بسرعه، اساعد ان هو يقوم، وبعد كده هدي درجه الحراره عشان اسيبه يستوي على مهله جدا جدا من جوه ومن بره. دي نصايح مهمه جدا، ان شاء الله يا رب تكون استفدت معايا. الفيديو يكون عجبك، جربيها، امشي بالتريكات اللي قلتلك عليها دي، والله بأمرك يا رب، بأمرك يا رب، بدون مقاطعة ربنا هيحسن ما بين ايدينا كلنا، وهتلاقي معاكي نتيجة حلوة، هتعتمد الطريقة، واكيد انا واثقة انك هتدعي لي. اوعي تدعي عليا. بصوا بقى بتتقسم وهي بتتقطع كده زي الفل، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. بصوا ما شاء الله من جوه، انا عايزه اقول لكم والله 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 اقسم بالله العلي العظيم التصوير ظالمها. الكيكة فعلا سبونش جدا، طريه وناعمه، لونها فاتح قوي. انا مش عارفه الاضاءه بتاعت الموبايل بتاع زوجي مال، وانا تليفوني كان خلاص فصل شحن، فصورت المقطع ده بالتليفون بتاعه مطلعها صفرة، انا مش عارفه ليه. حقيقي الكيك بتاعي كان فاتح جدا جدا جدا. ايه العوامل اللي خلته فاتح كده؟ ان انا حاطه السكر ابيض قوي، حاطه النشا، الزيت نظيف، لا له ريحه ولا لون ولا طعم، الزبادي، دي كلها عوامل بتخلي الكيك بتاعك لونه فاتح، لازم تاخدي بالك منها. البيكنج بودر مظبوط مع مقدار المواد الجافه اللي عندي، الفانيليا مش كتير، اعتمدت اكتر على عصير الليمون والخل في ان احنا نضيع الزفاره. في ملحوظه مهمه كمان، لو خليط الكيك بتاعك لقيتيه تقيل ممكن تنزلي بمعلقتين ثلاثه كده من اللبن الحليب الدافي لحد ما تلاقي قوام الكيك بتاعك المعتاد اللي احنا عارفينه او اللي انت شفتيه معايا في الفيديو. طبعا نوع الدقيق بيختلف من مكان لمكان. يا رب يكون وصلت المعلومه كويس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.